المدرسة حرفيا خرا في الصيف، جتني ضربة شمس. طيب حرفيا لدرجة أنا ماني حاسة على نفسي، جالسة أشوف البلاط حق المدرسة برتقالي. لازم صحباتي دخلوني، أصلا حتى ماني قادرة أمشي. أول ما دخلت حرفيا طايحة، ماني قادرة أقوم لين ما قوموني جلسوني على الكرسي. أقول للخالة أبغى موية، تقول لا ما أقدر أديك موية، روحي كلمي المرشدة تديكي. أروح أقول لها أبغى موية، تقولي لا لا ما عندي، روحي. طب رحت للمناوبة، خلصت رحت للمناوبة، أقول له طب دقي لي على ماما. تقول لي إيش؟ لا ما أقدر أدق عليها، أنت ليه ما قلتي لها الساعة 12؟ وأنا حرفيا أقول لها دقي على ماما والساعة 12 وخمس دقايق. أقول لها تقول لا ليه ما قلتي لها تجيكي من الساعة 12؟ قالت لي ما أقدر أدق، روحي للإدارية. أروح للإدارية، تقول لي إيش؟ لا ما أقدر أدق على أمك. إيش اسمه هذا؟ روحي كلمي المناوبة. قلت لها طب المناوبة قالت لي أجيكي، تقول لا ما نقدر، خلاص استني لين ما أجيكي. طيب تقول لي ليه انت ما قلتي لها؟ رحت للمرشده اقول لها طب دقي لي على ماما، انا عندي ضربه شمس وماني قادره حتى او ماني قادره حتى امشي. طيب تقولي لا انت ليه ما قلتي لها انه تجيك الساعه، ليه ما قلتي لها تجيك الساعه 12؟ وانا حرفيا جالسه اكلمها وهي الساعه 12 ست دقايق متر خمس دقايق. لفت عليها 4 مرات لين ما جلست ابكي، وحرفيا كل البنات يشوفوني. لم حرفيا جلست اترجى واحده عشان تدق على ماما، لما راحت كلمتهم عشان دقوا على ماما. ولما دخلت مكتبهم ايش جالس يسوي؟ جالس يتريق علي ويقولوا لي ايش انت اصلا جالسه تسوي كذا؟ بس عشان صحباتي كرهوا وانت تبغين ندق على امك، ويقول لي لا تجلسي في الشمس وما ادري، يعني انا حكون ابغى ذا الشيء يصير لي. يقول لي ايش انت بس عشان صحباتي كرهوا جالس كذا؟ وجالس كلهم يضحكوا علي. طيب جالس كلهم يضحكوا علي لما كلمت ماما. طيب حرفيا جلست اتبكبك عندهم عشان رضي يدقوا على ماما. اوكي دقوا على ماما الساعة 12 و7 دقايق. طيب طلعت من عندهم، رحت على مكتب رحت على المكتب حق التعليم على طول، عشان هو اصلا في نفس شارع مدرستنا، يعني حرفيا نفس الشارع مرة قريب. فرحت عندهم حرفيا منهارة وجالسة ابكي. واللي هناك الصراحة يعني مرة كتكيت. بس ايش؟ قالوا لي خلاص احنا كلمنا المدير. المدير اصلا ما كانت موجوده، انا طايحه قدام المدرسه وما حد شاف لي اصلا. طيب رحت ايش؟ كلموا المديره، قالت خلاص انتوا تعالوا بكره والله ما يصير في خاطركم الا طيب. راح ايش؟ قال راح اول ما جيت البيت كلمت ماما، قالت لها اصل الابلات ايش رسلوا لك رساله بس انتي ما جيتي، والرساله اترسلت الساعه 12 و18 دقيقه، يعني بعد ما اصلا المكتب بعد ما المكتب دقوا عليها هي قالت لهم يروح يرسل رساله عشان ايه؟ قال لك انه يقول لا والله احنا